فالدعاء يختلف بحسب حاجة الإنسان، لكن كلما كان الإنسان صادقاً مع ربه ووفق إلى محامد يدعو الله جل وعلا فيها، الله عز وجل إذا أراد أن يقبل دعوة عبد أعانه كيف يطرق باب الله. وطرق باب الله جل وعلا يكون بالمحامد التي يقولها العبد في الثناء على الله. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المقام المحمود يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: فأسجد تحت العرش أو عند العرش، فيفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد قبلي. فيفتح الله على نبيه عليه الصلاة والسلام يومئذ بمحامد يثني بها على الله لم يفتح الله على أحد من قبل. هذا طرق الباب. ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فكذلك العباد في الدنيا في الليل في الأسحار أدبار الصلوات في السجود، إذا أراد الله بهم خيرا فتح الله لهم الطريق الأمثل في الثناء عليه جل وعلا حتى يقبل الله جل وعلا بعد ذلك دعاء. فأنت أثني على الله